عاد لكم من جديد مشاهدينا الكرام، ورحب بضيفي رئيس اللجنه الماليه النائب صلاح خورشيد. حياك الله. اليوم مطلوب انت ابو عبد العزيز اليوم. ايوه القانون اليوم وخاصه هذا القانون اللي هو التامينات. شوف بشكل عام خلينا نتكلم، القانون اليوم في اخذ وجب، في اراء سياسيه وفي اراء فنيه. قبل لا يجيك سياسيا ابيك فنيا. عاد ناشب الضيفة ذي شوي، بس اليوم لحساسية هذا القانون، خلينا نقول المداخلات الكثيرة في تويتر على الحالات اليوم. نعم. وشنو القانون؟ راح أخليك على راحتك في البداية تقول لنا شنو القانون بالضبط، وخاصة أن في تعديلات اليوم، يبدو في توافق في بعض الأمور. خذ راحتك وقول لنا شنو القانون. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. البداية ورد أرحب فيك والأخوات والأخوة المشاهدين. حياك الله. وأنا سعيد حقيقة أني أكون موجود أني أناقش هذا الموضوع مواضيع أخرى. خليني بس أكد أن موضوع تأمينات كملف هو ملف متخم، ملف كبير جدا يعني. أوكي. من 99 لين 2019 هذا القانون لن ينظر فيه بالتعديلات. زين. ويفترض أن يعني كل بين 4 سنوات 5 سنوات مجلس الأمة ينظر في تعديلاته المستحقة. احنا بالنسبة لنا منينا وشفنا القانون، قدمت يعني اقتراحات بقوانين من قبل مجموعة من الأخوة الزملاء وتم المناقشة فيه. خلنا نتكلم عن 3 أمور يعني بالنسبة لهالموضوع. هو القانون القائم الحالي. أوكي. واقتراح بقانون قدم الأخ علي القباسي ومجموعة من الأخوة الزملاء وتم رفضه من قبل الحكومة لسببين. أولا في عوار دستوري بالنسبة للمادة الرابعة. أوكي. الثاني في كلفة مالية على التأمينات الاجتماعية. رد إلى مجلس الأمة برد تم الموافقة عليه 43 صوت، وبالتالي كان يفترض أن يدرج على جدول أعمال المجلس في هذا الدور. 3 قدم اقتراح بقانون من مجموعة من الأخوة الزملاء على بعض تعديلات يجمع ما بين الاقتراح بقانون اللي تم رفضه من قبل الحكومة برد المرسوم، وأيضا القانون الحالي اللي هو القائم. احنا اعطينا القاعدة ان السن ما ينزل 55 سنة بالنسبة للرجل و 50 سنة بالنسبة للمرأة، كذلك بالنسبة للخدمة 35-30 للمرأة، 35 للرجل 30 للمرأة. اوكي. اخذنا مجموعة هالقوانين وطلعنا فيه تصور مهم. اللي هو قر في المداولة الأولى ولا بعد؟ اللي هو القر في المداولة الأولى. اوكي. انا اجزم ان ما اقر في المداولة الأولى أفضل بكثير من الاقتراح بقانون اللي قدم من الأخ علي الدقباسي اللي وافق عليه أول شيء، اللي وافق عليه في مرحلة من المراحل وردتها الحكومة. هذا أفضل؟ هذا أفضل. شلون في استقطاعات؟ أنا الحين أقول لك، لأن مؤسف من يتحدث بهذا الموضوع يتحدث من الجانب السياسي اللي هو لا يفقه بالجانب الفني ولا يعرف بالجانب الفني، يتكلم فقط للكلام. يعني بعطيك مثال، انا في احد الدكاتره المتخصصين في المجال التامين يسالني يقول لي اخ صلاح انت وديتوه الفتوى التشريع، انت رجل دكتور اكاديمي تدرس اولادنا في الجامعه، بحياه ما كان اقتراح بقانون يروح للفتوى التشريع الدراسه، عاده مشاريع القوانين هي اللي تروح للفتوى التشريع. لما توصل الى انسان دكتور اكاديمي يقول لك هذه الكلمه، اذا لا يفقه، هو بس مخالف او بيخالفك الراي. خلنا اقول لك عاد احنا اشتغلنا فيه بالتصور والاقتراح اللي احنا قدمناه. اولا ابقينا على السن اللي هو 55 وال50 للرجل للمراه. اوكي. وفتحنا نافذه. النافذه يستفيد منها حوالي 7500 لغايه 31/12/2019. هذيل خدموا بحدود 30-32 سنة 31 سنة 34 سنة، بس ما وصل سنهم إلى 55. ليش؟ في مرحلة من المراحل كان الموظف يجمع ما بين الدراسة والوظيفة، يكون عمره 18 سنة، وكان ديوان الخدمة يسمح له بأنه يتوظف، وكان يدرس بنفس الأمر. لما اشتغل 18-19 سنة وصل عمره 49، هذا 30 سنة خدمة. باجي له كم على 55؟ باجي له 6 سنوات، يعني معناه كأنه يخدم 36 سنة أو 37 سنة، لأنه يعني أيضاً 18 سنة. قلنا هذا لا يجوز. هذيل مجموعهم حوالي 7500، من يكمل لغاية 31/12/2019
30 سنة خدمة للرجل يشمل هذا هذه اليوم 6400 الحين من ضمنهم 7500 توتلي لغاية 31/12/2019 اوكي من يكمل بهذا التاريخ 30 سنة للرجل خدمة يشمل هذا القانون اوكي من يكمل من المرأة 25 سنة يشمل هذا القانون يطلع بخصم 5% اللي هو حسب ما يعني معمول فيه بالسابق 5% على كل سنة لا 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 انا قاعد اتكلم الحين الخصم الاعتيادي اوكي خلينا نعطيك اياها ليش ال 5% هذا هذا ما قبل 31 هذا القانون قائم يعني ما في انا ما جيتك الحين على اي تعديل اوكي انا جيتك فقط النافذة اي انسان خدم 15 سنة لا 65% من راتبه بعد ال 15 سنة عن كل سنة في 2% تضرب 2% في 15 سنة أخرى هذه 30% ال 65 و 30 95% يطلع ب 95% بدون ما نمس أي شيء بدون ما نتكلم عن أي شيء أوكي. إذن إحنا فتحنا النافذة ل 7500 رجل وامرأة أن يتقاعدون دون خصم ونوفر وظائف عمل لأولادنا وبناتنا الخريجين الجدد مزيد. بالإضافة إلى المواقع هذا يقول لك أنتم خالفتوا الدستور لأن أبداً ميزتوا ناس عن ناس تغيير مواقع وفي كل القوانين عمل فيها عمل بال2004 عمل بال96 وعمل بقوانين أخرى وبالتالي نسميه الحد أن نبدأ من وننتقل إلى يعني هذا يسمونه تغيير مواقع ومراكز وهذا معمول فيها بكل القوانين هذا رقم واحد رقم اثنين قلنا بالنسبة لنا كميزة من يريد أن يتقاعد من الرجل والمرأة دون 55 سنة للرجل ودون 50 سنة للمرأة من كمل 30 سنة خدمة لا حق أنه يطلع وهذه ميزة سابقا بالقانون الحالي ما له حق بالقانون الحالي يطلع يسمونه الراتب المؤجل زين بس يقول لك ان المراه اليوم المتزوجه رفعت السن من 48 الى 50 ابدا ما رفعناها ما رفعت السن ما رفعنا وبجيك فيها الحين اوكي فتحنا باب لمن يريد ان يتقاعد بوصوله 30 سنه هذه ميزه ابقيت على السن بس الميزه ان انا فتحت لك باب تبي تتقاعد على 30 سنه توكل على الله هذه ميزه انت اللي تستفيد منها بس صراحه ما يبي تقاعد ليش تحملني اياها ليش تحملني نسبتك وتعطيني اياها انا اللي ما يتقاعد انا مكمل عملي انت تبي الميزه اخذ الميزه لك انا ما وقفتك القانون الحالي موقف مالك حق يسمونه راتب مؤجل أوكي. يعني وصلت عمر خدمه 33 سنه وما وصلت الى 55 سنه اقول يبا اجل راتبي مده سنتين يعني راتبي 2000 انا مده سنتين ما استلم ولا فلس من راتبي يعني معناه انت قاعد تتكلم عن بحر 30-40 ألف دينار بالسنه انت ما قاعد تاخذها مده سنتين يسمونها الراتب المؤجل هذا موجود بالقانون الحالي انا ايش قلت لك تبي الميزه خذها لك حق انك تاخذ الميزه على 30 سنه خدمه كرجل عن كل سنه 2% اذا بتطلع توكل على الله اليوم كل خريجينا يتخرجون على 23 22 سنه عشان يتوظف ب 23 سنه يعطي 30 سنة هاي 53 سنة شو بقاله؟ بقاله سنتين يقول كم عود أنا ما متقاعد أبى أكمل السنتين وبتوكل على الله سابقا لا كنت تجمع ما بين الدراسة والوظيفة أنا قاعد أتكلم عن الرجل ينطبق هذا السبب أن أنتم سويتوا اليوم لتاريخ معين لأن سابقا كان يقدر يجمع بين الدراسة والوظيفة فصارت عندنا حالة خاصة اللي هو الآن ما صارت 30 سنة خدمة لكنها ما وصلت للسنة الآن ما في الجمع بين الدراسة والوظيفة ما عاد فيه أيك على الميزة الثانية الميزة الثانية اللي هو صار خلط عند مجموعة التكلم مو من ناحية الفنية شنو هي؟ الميزة الثانية ما دون الثلاثين وهذه نسبة بسيطة جدا ما دون الثلاثين شنو؟ الرجل أوكي. الخدمة ما دون الثلاثين ما دون الثلاثين لكن وصل عمر إلى 55 ما وصل لا ما دون الثلاثين هو الحين ما خدم 30 سنة مزل. عمره يمكن 49 48 49 50 مزل. ما وصل لثلاثين سنة خدمة قال لك يبقى أنا بطلع بعد هم بتقاعد هم فتحت له باب شلون؟ قلنا له تطلع بس عن كل سنة 5% أنت الحين من 30 سنة وما فوق الرجل 2% المرأة من 25 سنة وما فوق 2% بس ما دون 30 سنة للرجل وما دون 25 سنة للمرأة أيضا أنا فتحت باب للتقاعد سابقا ما كان لها الباب تطلع
بس لك خصم 5% عن كل سنه. زين دائم الخصم؟ هذا دائم. بالنسبه له هذه ميزه الان. انت قاعد تتكلم، انت قاعد تظلمه بالحاله. انا ما ظلمت، انا قاعد اقول ان مؤسسه التامينات هي مؤسسه الكويتيين، عيني احافظ عليها. هذه بالنهايه ماني انا قاعد ابيع حكي واقول والله تعال انا ابي افرط في اموال التامينات. نعم في هناك فساد موجود في فتره من مرحله المراحل بالتامينات الاجتماعيه وفي سرقات تمت، هذا لا يعني اني افلس التامينات وافلس الاموال مال المتقاعدين. انا مسؤول امام الله وامام الشعب انا احافظ على هذه الاموال، بس بنفس الوقت انا الميزه اللي انت تبحثها اعطيتك اياها. لما اقول لك ما دون ال 30 ايش قالوا؟ قالوا انه والله في جمع ما بين الخمسه وال 2%، وهذا مو صحيح. انت ما دون ال 30 5%. عادة 5% عن كم سنه؟ الى 55 ولا لا توصل 30؟ لا انا قاعد اتكلم دون ال 30 سنه خدمه. زين 28 سنه خدمه فيخصمون 10%؟ 10%. هذه 10% بيستمر، هذا ايش يسوي؟ قال لك يبا انا لاقي لي مشروع. ليش تقعدني انا ال 55 سنه؟ بطلع شايف لي مشروع بسوي لي عمل تجاري. لا يبا انا بقعد برا بعيش وعندي بيتي وعندي حلالي وعندي شغلي بقعد برا. لا انا يا شايف لي والله مشروعات صغيره متوسطه بعملها. انت تطلع بخصم، وهذا سابقا ما كان يعطونك اياه. بس كان القانون الاولي افضل. ابدا القانون الاولي ما كان يسمح لك. القانون الحالي ما كان يسمح لك. لا القانون اللي قدمه الدقباسي. اللي قدمه الدقباسي شمل جميع الخصم، وهذا لا يجوز. انت تشملني انا ما متقاعد وانت بتقاعد، اروح انا اتحمل 1% او 2%؟ انا ما متقاعد، انا بستمر في عمل. انت بالتقاعد حتحملها. وعزيز تكلموا اليوم على 2%. اي ال 2% هذه هم الخصم هم يشمل بعد على طول الحين بيك فيها. الميزه الثالثه اللي قدمناها هو ان المراه المتزوجه كانت تطلع على 15 سنه تجابل زوجها وعيالها وتاخذ راتبها المستحق التقاعدي. ايضا قلنا المراه الغير متزوجه لها حق. ليش تميزون ما بين المرأة المتزوجة؟ كم عمرها لازم يكون؟ 15 سنة لا حق انها تطلع. شرط العمر ما له علاقة، تطلع ب 65% من راتبها. يعني المرأة الغير متزوجة الآن تطلع لها الحق سنة. الآن لها الحق الآن تطلع حالة حال المرأة المتزوجة. كم سنة ينخصم منها؟ هي تطلع ب 65% من راتبها، لكن ما له علاقة في العمر. ما له علاقة بالعمر. اوكي هذه سابقة المرأة الغير متزوجة ما كان لها حق تطلع. أكثر هذه ميزة رابعة يينا على عدم التميز بين الرجل والمرأة. الرجل كان يخصم منه 5%، المرأة يخصم منها 7.2. الآن بإقرار القانون ال 7.2 نو أنيمور، ما عاد فيه إلا 5% مقارنة مع الرجل. يعني أي مرأة كان في تقاعدة بالسابق على 7.2 في حال إقرار القانون راح يرد لها 2.2 أثر رجعي؟ لا أنا قاعد أقولك في تطبيق القانون. أوكي. في إقرار القانون راح مثلا اذا كان راتبها مخصوم سابقا 7.2 باقرار القانون راح يخصم عنها فقط 5%، و2% 2.2 راح يصير منه براتبها بانه يجي على الراتب بالاضافه ذاك. ضيف انا منيت على موضوع الراتب المقدم. كل مجموعه من الاخوان يجونا احنا اللي قال الراتب المؤجل، هو قال لك ان فتره السداد 10 اشهر او فتره هذه ابيك فيها، فراح تعيش المواطن المتقاعد راح يعيش على راتب جدا ضئيل. لا ابيك فيها. الاخوان والاخوات يمكن المتقاعدين يجونا نسبه كبيره منهم يبون راتب شهرين. كلمونا مدير التامينات يعطينا راتب شهرين، يعطي راتب شهرين ويأخر عليه راتب شهرين بعد ذلك ولا يعطي ولا فلس. احنا ايش قلنا؟ قلنا يبا اعطوه راتب 7 اشهر مخصوم ربع الراتب. هذا الربع الراتب لما نعطيك انا 7 اشهر راتب من 1500 ولا 1400 ولا 1700 وتاخذه، هذا بالنهايه يسد بالنسبه لك حاجه. انا فت فيها حوالي 140,000 متقاعد. ال 140,000 متقاعد كانوا ياخذون راتب شهرين والشهرين اللي بعدهم ما لهم ولا فلس من رواتبهم. أنا أعطيته 7 أشهر راتب بربع راتب مخصوم. أكثر يقولنا عن التقاعد الاختياري. وقانون الخدمة المدنية واضح أنه ما يسمح أنك تطلع أي واحد إلا بناء على رغبته. صار في مرحلة المراحل أن وزارة الداخلية حالة المدعين العامين إلى التقاعد، وهذا خطأ. أوكي. وكان مفروض على الاخوان والاخوات المدعي العامين
انه يروحون الى ديوان الخدمه المدنيه تشكون يردون من ثاني يوم، وانا اقول انا يسمعوني يروحون ديوان الخدمه المدنيه راح يردون لهم مباشر. لا حل، لا بس هذه جديده، يردون لهم مباشر. لا بس عشان المدعين العامين اللي في الداخليه اللي طلعهم على الماده 176 يردونهم مباشر، راحوا ديوان الخدمه اليوم يردونهم بعد يردون الفتره هذه كلها. اي نعم يردونهم. انا قاعد اقولها ويروحون عند شخص اللي هو الوكيل المساعد اسمه بدر الحمد ويراجعونه يردونهم مباشر. يعني بس خوش كلمة المتقاعد اللي حاله، لان في مخالفة في عهد الشيخ محمد الخالد حال مجموعة في مخالفة صريحة. مخالفة اللي يروح عند ديوان الخدمة يردونه مخالفة صريحة. انا ايش عملت؟ انا حطيتها فقرة بمادة وتأكيد ان التقاعد بناء على رغبته. انا اسمع قبل قليل من الاخ الدكتور هشام يقول هذا كان ما قاعد يجيبه هشام. شنو هو؟ انه والله التقاعد اجباري وانك لا مو صحيح الكلام. التقاعد مو اجباري صار؟ لا لا، التقاعد بناء على رغبته بالمعاش التقاعدي. انزين هو يقول لك ما حطيتها في القانون. انا حاطها وماده صريحه بالقانون. التقاعد الاجباري ماده صريحه بالقانون. انا ما ادري وين قاعد يجيب الاخ هشام، انا مستغرب. هذا في التعديل؟ لا مو بالتعديل، هذه موجوده في المداوله الاولى اقرت؟ موجوده وحطيناها واقرت مره ثانيه بالتعديلات باكثر وضوح. بأكثر وضوح أن ما يحال، ما يحال إلا بناء على رغبته أو يكمل، أو يكمل يعني القانونية. أنكم أنتوا تيون تقولون عن قانون أنا أشوفها من أميز القوانين، بأي شكل أنكم تضربونه يا أخي انزل انتخاباتك وعساك نجحت، بس ما تحارب قانون أنا أعتبره من أهم القوانين لأن فيه خلافات شخصية. تقول أنت عيل تكلمني، أنا أسمع قبل قليل تقول أننا مقدمين ناس حكوميين. احنا مستغرب يا جماعه، اللي قدم القانون لهذا اللي قدم الاقتراح بقانون ناس حكوميين. انا استغرب، طب انت من حكومته؟ هذه حكومه اليهود، هذه حكومه الكويت. لنفرض انك انت جيت تعاملت هذا التوافق. انا ضربت مثال، قلت العسكريين مكافاه العسكريين، وسمعوني اخواني العسكريين اللي تقاعدوا لهم مكافاه من 2008 اقرت. وين المجالس من 2008 إلى 2017؟ ليش ما طلعوا حقهم؟ ليه ما طلعوا حقهم؟ 2681 عسكري، منا اللي خدم فوق 25، منا اللي خدم من 25 إلى 20، منا اللي خدم من 20 وما دون، لهم راتب سنة، سنة ونص، سنتين مكافأة. وين هم من 2008 إلى 2017؟ شو طلعت مستحقاتهم؟ مو حقهم؟ مو توافق ما بين الحكومة والمجلس من 2008 يعطونهم مستحقاتهم؟ ليه ما استلموها الا بال 2017؟ بس عفوا انت عزيز، انا قصدي قاعد تشير الى نقطه مهمه. انت قلت ان 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 التقاعد الان اجباريا ما راح يتم ابدا. ما الحكومه رجعت القانون الاول لان احتوى على ماده عدم حالتهم للتقاعد الاجباري. انا اقول لك انت لما الماده الرابعه تحديدا، انت لما جيت وقلت على الماده الرابعه ان تحيله لانه يوصل الى 55 سنه. ال 55 سنه ما بعد ذلك خلاص انت وصلت الى سن التقاعد. اوكي اذا وصل 55 انا بالنسبه لي قاعد اقول لك ما لك حق ان تطلع الا بمعاش تقاعدي. اوكي كامل. نعم اوكي. يعني انا هني اذا واحد مثلا اذا كان خدمته 54 سنه ما يطلع، ما تقدر تطلع، ما تطلعك ولا يلحق لها. اكيد انا حاطه فقره بماده موجوده في القانون صراحه. اقول لك اليوم المدعين العامين اللي 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 وقع عليهم الظلم يروحون باكر ديوان الخدمه يردونهم. أنا بالنهاية واضح، بس إنك أنت تغالط القانون بهذا الشكل. أنا أقول وراء هالموضوع إنه يعني أنا أقول وراء الموضوع إنه كان الأخ هشام ولا كان أي واحد من الأخوة. شنو تفسيرك لها؟ أي شنو التفسير؟ تقول فيه إنه شنو تفسيرك؟ إنك أنت بالنهاية ليش هالمجموعة يتبنت الموضوع؟ تبنت لأن شافت المصلحة. بعد ما خلصت جيت على أيضا اولادنا الخريجين من الثانويه العامه، الثانويه العامه قال لك 18 سنه راح اشتغل سكيورتي بالكيوسي ولا بالشركات النفطيه. لا راح اشتغل مندوب اعلام في وزاره العدل. عمر 18 سنه. ليه 48 هاي 30 سنه. سنتين عليه صار 32 سنه، باقي له خمس سنوات قلنا حتى من وصل من هالمجموعه 35 سنه خدمه يتقاعد، لحقنا يتقاعد، ما يوصل الى 55 سنه السقف. بس 35 سنة خدمة بالحق. خدمة إيه؟ خدمة الحين لحق إنه يشتري مدته كميزة. الميزة أنت تتحملها. زين هذه المدد اللي هي تدفع على طول العمر الخصومات ما راح يتم في إعادة. أنا بيك الحين إعادة النظر ممكن قدم قدم اقتراح تعديل من مجموعة من أخو الزملاء، من الأخ علي الدغباسي، الأخ نايف المرداس، الأخ أسامة الشاهين، وايضا بالنسبه لي انا قدمت الاقتراح
وان شاء الله باكر عندنا باللجنه الماليه اجتماع مع الاخ وزير الماليه والاخوه في التامينات ان نتكلم عن موضوع الاستقطاع وعدم استمراريه الاستقطاع، ان الاستقطاع 2% ان يكون مضاعف سنوات. مثلا انا طلعت باقي لي سنتين يكون خصم سنتين زائد سنتين ويتوقف، اذا كان سنه يصير سنه زائد سنه ويتوقف، اذا كان خمسه يصير خمسه زائد خمسه ويتوقف. نتمنى ان الحكومه ايضا تتفهم هذا البعد، لان بالنهايه هو الخصم المستمر قد يمكن يؤدي بالتالي الى ان انا اقول والله خصمي كان يكون ازود وان كانت ميزه. الان في اجتماع باكر، في اجتماع باكر راح تقدم على هالموضوع، وايضا قدمت مجموعه من الاقتراحات. ايضا ردي على الاخوان انه والله احنا ما ضغطنا عليهم بالسوشيال ميديا عدلوا. لا اسمح لي، لا ما انت احسن من الدستور، ما يو انتوا على في، لا لا ما انت احسن من الدستور. شلون ما انت احسن من الدستور؟ لا ما انت احسن من الدستور واللائحه. اللائحه لما حطت المداوله الاولى والمداوله الثانيه، ليش حطت المداوله الثانيه انك تعدل؟ مو لانك انت تضغط بالسوشيال ميديا، ما كان موجود السوشيال ميديا من وضعت الضغط الشعبي زين يعني، ما حد قال. بس مو تقول اني انا لاني ضغطت، لا انت ما ضغطت، انت قاعد تضغط، ما انت فاهم الامر. يا ليتك فاهم الامر، ليتك مستوعب الامر، ما انت مستوعب. زين الحين بالمجمل على اساس تكون واضح وياك، المراه العزباء تعامل معامله المتزوجه. نعم 15 سنه دون النظر الى العمر. دون، انا قاعد اقول 15 سنه ب 65% من الراتب. بس مو ما له شر، ما له علاقه بالعمر. اوكي هذه ما ميزت ما بين المراه المتزوجه والعزبه. والخصم على المراه اللي كان بالسابق 7.2 اصبح 5%. اوكي هذا واحد. اثنين تقاعد الراتب المقدم 7 اشهر مع ربع الراتب مخصوم. زين. سابقا كان كل الراتب مخصوم براتبين فقط. انا اعطيتك اياه 7 اشهر. 7 اشهر كم الخصم؟ ما في خصم. زيرو فائده عليك، ما في فائده. الخصم ربع الراتب، يعني راتبي 1000 يخصم علي 250. ربع الراتب. ربع الراتب، سابقا كان ياخذ الراتب بالكامل على الشهرين، ويعرفون اخواننا المتقاعدين والمتقاعدات ان ياخذون راتب مقدم شهرين. هذا اعطيتك اياه 7 اشهر. والتقاعد الاجباري ما في تقاعد. 140 الف متقاقد من باكر متى ما اقر لهم حق انهم ياخذونه. زين والتقاعد الاجباري ما في تقاعد اجباري. ما في تقاعد اجباري، وماده صريحه من كمل 35 سنة خدمة يطلع دون النظر إلى السن. بالنسبة لي ضربتك مثال الأولاد اللي يتخرجون من الثانوية ويشتغلون بالكواسي ولا يشتغلون بالشركات النفطية أو الجهات اللي ممكن توظف على الثانوية العامة. أيضا هذيل ما يعني ما وصلتهم للسن اللي هو 55 سنة. هذه كلها ميزات ما كانت موجودة بالقانون الحالي ولا كانت موجوده بالمقترح اللي قدمه الاخ علي الدغباسي. يعني انت تبي تقول ان مقترحكم اليوم اللي تقدم التعديلات اللي موجوده عليه افضل من يعلم من الله المقترح ان هذا المقترح هو مقترح سخي. وانا بالنهايه لما تقول يا اخ صلاح ليش انكم ما نطرتوا القانون الثاني، انا اقول لك القانون اذا ما اقر من قبل المجلس بالاغلبيه المريحه اللي هي خلينا نقول 46 نائب مو 43 46 وراح للحكومه، شو تسوي الحكومه؟ قال لك يبا في عوارض سوري بحولها المحكمه السوريه، وطلع حكم المحكمه السوريه قال لك يبا انا هذا غير سوري ولا يمشي. من اللي خسران؟ مو غير اللي يطلبون تقاعد؟ احنا من نجتهد. انا من اقول اجتمعت لليوم اكثر من 16 اجتماع لهذا الموضوع. انا ما عندي الا التقاعد المبكر. 16 اجتماع اكثر من 65 ساعه. اوكي بس يعني انا يعني ما يعني كنت اتوقع يعني انا ما اتوقع شكر. بس ايضا بالمقابل اشوف هذا الهجوم من مجموعه مؤسف لها بعد سياسي تشويه. انت تبتوصل انه يهاجمكم اليوم لان اكو بعد سياسي؟ ما في روح تعال، ما في روح تعال، ولا انك انت قاعد تغالط الشارع، انت قاعد تقول كلام مو صحيح، انت قاعد تقول ان الماده هذه مو موجوده، انت قاعد تقول كلام غير صحيح، قاعد تقول ان ليش ما يروح الفتوى التشريع، قاعد تقول انه خصم اجبار ما هو خصم اجبار، قاعد تقول انه ما استفادوا، لا استفادوا، لا في فائدة. أنا قاعد أقولك في راتب مؤجل مدة سنتين حق ومقائمة الآن، أنا أعطيتك راتبك بخصم 2% الآن تقول استمرارية الخصم. هذا قدم اقتراح بتعديل، إن شاء الله إحنا نقرب على اجتماع باكر. بس أي أوكي أنا أبو عزيز، أنت رئيس لجنة مالية، عضو في لجنة الأولويات، لابد في تواصل. وأتوقع المجلس اليوم حتى النواب في حرج سياسي اليوم، الناس تبي على الأقل مكاسب توقف فيها امام الناس، تواجهون الناس فيها. نعم. الان اجتماع باكر في
احنا عطنا شيء حصري. لا انا اقول لك يعني في توافق ولا لا يعني لا حكومه متوافقه معنا. احنا بالنسبه لنا قدمنا هذا التصور الان باكر راح يكون اجتماع مع الاخوه وزير الماليه والاخوه بالتامينات. يعني في من الوجاهه في من المنطقيه ان الخصم ما يكون مستمر، خلنا احنا نخصم مثلا مده السنتين المضاعفه او الثلاث سنوات المضاعفه. الان هذه كلفه، الكلفه ما هي ايضا بالنهايه تحملها التامينات الاجتماعيه. انا قلت لك هذه مؤسسه كويتيين، ما هي مؤسسه تامينات فقط. أوكي. انا علي اني احافظ على اموال المتقاعدين. بس ابي اشوف، انا قاعد اشوف مداخلات تويتر بعضها جيد. تفضل. واحد يقول لك صلاح خورشيد مو عارف القانون الحالي وقاعد يدافع عن القانون المقترح. المراه حاليا المراه المتزوجه ما تتقاعد الا بشرط السن، والمقترح زاد شرط سنوات خدمتها وشرط السن موجود ما تغير. لا مو صحيح. المرأة تتقاعد على 15 سنة لها حق المتزوجة. ولا مسينا هذا، ولا مسينا هذه الميزة. مو 48 سنة؟ ما مسينا هذا، لا أبدا ما مسينا هذه الميزة، وتطلع على تقاعد 15 سنة وموجودة في القانون. ماكو شرط سن؟ ما في شرط السن. أوكي. حطيناها وموجودة في القانون ولا مسينا أي ميزة سابقة موجودة ما مست. أوكي. اي ميزه موجوده بقانون الاخ علي الدغباسي ايضا وضعناها. أوكي. وحطينا ميزات اخرى. ما نزل شيء ابدا. اكيد ال 15 سنه للمراه خدمه لها حق تطلع، بس كانت المتزوجه، الان حطينا العزبه معاها. انت لك حق اليوم تروح تاخذ التقاعد على 65 سنه، على 65 بالأمية من راتب بعد 15 سنه خدمه. زين ايضا المحامي صلاح لاشي مسي عليك بخير يقول لك ايضا قانون خفض الفوائد للتامينات، فوائد الاستبدال. الاخ صلاح قاعد يخلط. لا قاعد يخلط. لا ما يخلط. لا لا قاعد يخلط. قاعد يقول لك قروه يعني. لا قاعد يخلط مو قروه، قاعد يخلط. ليش قاعد يخلط؟ انا اقول لك هذا تقرير وذاك تقرير. ليه ما قاعد يقول لك هذا؟ لا لا وهو في مداخله من مداخلات الاخ صلاح. قال انه يبا تعالوا على الاستبدال. الاستبدال احنا كلجنه ماليه قريناه من حوالي 8 اشهر وموجود على جدول اعمال المجلس. الان ما خلص المجلس، هذا شان مجلس مو شان لجنه ماليه. احنا اليوم اقرينا الاستبدال وخلصنا التقرير وارحلناه على مجلس الامه. راح المجلس، رحل من 8 اشهر. فالاخ صلاح قاعد يخلط الامور. لا قاعد يقول لك موجود، لكن ليش ما اقر يعني؟ هو يقول لك موجود ما قال لك. هذا شغل مجلس الامه الان. انا بالنسبه لي كلجنه ماليه خلص منه، وعنده اخت صفاء خلي يسالها. انا مستغرب من صلاح ان اخت صفاء موجوده في اللجنه، خلي يسالها ويشوفها. بس هو قاعد يخلط. هذا واحد من الناس اللي قاعد يقر يعني يعطي معلومات مغالطه بالشارع. انا ما اقوله، اواجه الاخ صلاح، مو انا اللي انحاش. أيه. لما يقول انه صلاح انحاش، لا ما انحاش منك انت، بس انا بالمقابل. بس هو مو موجود في اللجنه الماليه. من هو؟ التقرير رقم 42 انتهى. يعني هو يقول لك تقرير رقم 42 موجود لدى اللجنه الماليه بشان خلفه. انتهى انتهى حولته ورفع الى مجلس الامه. خلاص حلتوه يعني؟ نعم. اوكي هذا ردك عليه. زين الخلط ما يجوز، يعني انت قاعد تخلط امور ما ادري ما هالمعلومات قاعد يجيبها. وقلت له يعني هو يسمعني الحين، اتمنى ان يسمعني. أيه. خير يروح يسال اخت صفاء. أيه. صفاء موجوده وزميله معانا في اللجنه الماليه. انا مستغرب من هالامور حقيقه. معصب عزيز؟ لا لا ما معصب. أيه. انا اتمنى ان تكون المعلومات دقيقه. اوكي تيجي تكلمني من الناحيه المهنيه الفنيه انا معاك. أوكي. بس لا تيجي ايضا تظلم قانون نعتقد ان انصفنا فيه المجتمع الكويتي والمتقاعدين ومن يغرب بالتقاعد. بس ما اني ايضا اظلم شخص على شخص. انا بالنسبه لي قلت واكد ما يصير انك تحط الخصم على الجميع. اوكي اللي يبي يستمر خله يستمر، يقولك ليش خصم علي؟ بس اذا بتاخذ ميزتك انا فتحت لك باب سابقا ما كان مفتوح بالقانون الحالي. ما كان مفتوح، بس تلزمك تخصم على الجميع. أوكي. بالخصم انا بس اساس ان انا اليوم الهدف منه ايضاح القانون وبالاخير. نعم. انت الناس بس على اساس بعض اسئله تويتر. الاخ خالد الخميس سؤال: لماذا تم استبعاد تصويت مداوله ثالثه على قانون التقاعد؟ هل القانون الذي سيتم التصويت عليه بعد يومين افضل من الذي ردته الحكومه؟ انت قلت افضل. نعم انا اجزم انه افضل، وميزاته اكثر من الميزات السابقه. اوكي ما كانت موجوده الميزات. انزين ما هو قادم في الاجتماعات؟ الحكومه بعد راح تصير نوعا ما سخيه شوي مع المجلس، تقر شويه امتيازات اكثر ولا لا؟ شوف انا قلت لك يعني
اذا ما توصلنا او زين يعني خلينا نشوف لا لا اذا ما توصلنا يعني خروج الحكومه في ندوات زين يعني اول مره اشوف وزير ماليه يطلع في ندوات زين احنا نحضر انا مو قاعد لا هذا مو لكم انتم مو ما يعني شيء زين يعني بعد ان شاء الله شوي بس يتشجعون خلينا ينزل الشارع اي ان شاء الله يتشجعون بدك ينزل والله ودنا ابو عزيز حكومه تشجع شوي تقعد مكانك هنا وتكلم الناس والله وايد زين يعني وانا يعني كلمهم يعني قول لهم انت ان شاء الله قاعد على الناس كلموا انا اللي اقول انتم ضغطوا عليهم وانا اعتب ان الاخوه الوزراء خلي يحضرون خلي ينزلون الشارع خلي يقنعون الشارع مو انك انت تقعد في اماكن وما تيجي تدافع عن مشروع او قانون بالعكس اللي حي الله خلي يدافعون عن القوانين هني ولا بالشارع كذلك ينزل بندوات ينزل في مؤتمرات ينزل في لقاءات ولا هو غلط بالنسبه له لا طبعا انا بالنسبه لي انا اشوفه هذا جانب ايجابي وليس سلبي يعني ما عندي مشكله ينزل اتمنى يعني نزول الاخ نايف الحجرف في ندوه الاخ نايف المرداس بحضور كان حوالي 2000 تقريبا شخص بذيك الندوه كانت يعني حضورها جيد وإيجابي ما شفت سلبي في لقاءات أكثر أقل أسئلة الجمهور تكون واضحة لهم نعم. وممكن تصير مداخلات بس شيء إيجابي أنه صار يطلعون أنا أشوفها إيجابية ما أشوفها سلبية إن شاء الله بعد يتشجعونك إن شاء الله زين. خلصت قانون التقاعد إن شاء الله أكون خلصت بس أنا أكرر أقول يعني أن ثقوا تماما أني أنا بالنسبة لي ما رح أوقف حجر عثرة أمام مواطن وصلني إلى قبة عبد الله السالم أنا من كنت وزير تجارة في مرحلة المراحل وكانت موضوع الدعوم ووقف الدعوم في مرحلة المراحل وكانت سياسة انتهجت من مجلس الوزراء أنا أذكر يومها زودت الدعم بالنسبة للمواد الاستهلاكية ممثلة في الإسمنت والحديد زودت الحديد يومها أذكر وأنا كنت وزير بحوالي 30 طن والاسمنت حوالي 3500 تيس انت سويت شغله ثانيه غير اللي سويتها وقف الاستقطاع من 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 الرخص مع غرفه التجاره انت وقفت الاستقطاع رخص غرفه التجاره بعدها انشلت بس انا مو انا اللي بعدها حربوك يعني ما الحين ما لي علاقه بس انا الامانه من يدعي ان احنا نوقف ضد الشارع مو هو مخطئ انا اقول روح انزل انتخابات وعسى الله يوفقك بس عاد قول كلمه الحق اوكي بس سؤال واحد اخو اقول لك انا متقاعد مؤجل خدمتي 32 سنه ليش ماني القانون ولا لا مؤجل شنو يعني ما اعرف كم متقاعد كم عمره هو يا ليت 32 سنه لا يطلع يشمل انزين انا خلصت من هذا نروح على بس قانون. انا ما قاعد اتكلم عن حاله فرديه انا قاعد اعطيه لا بس شيء زين تعلق الكيفنا فيه اي نعم الاخ بس انا حرد لان اليوم اتصالات شيء عجيب غريب زين الاخ عبد الله نصار ما نقدر رد المسائل ممكن يعيد شرح الماده الرابعه التي اساسها ردت الحكومه قانون دقباسي هل يمنح القانون المقترح نهايه الخدمه لمن خدم 25 سنه يعني انا اعطيك مثال واحد خدم 25 سنه وفق القانون يقدر يطلع تقاعد لك راح يخصم عليه صحيح الان 25 سنه الحكومه تقدر تحيله اجباريا للتقاعد لا. ما تقدر زين لا ما تقدر ممتاز وهذه فقره بماده هذه فقرة في مادة وضعناها مع العلم أنا أقول لك اللي أهلي حالهم تقاعد المدعي العامين إذا باكر يروحون ديوان الخدمة المدنية راجعون الأخ بدر الحمد يردهم من باكر هذا بس شيء جديد يعني أنت ماخذ جارنتي من الحكومة أنا أقولها ومسؤول عن كلمتي أن اللي تقاعد من المدعي العامين اللي أحالهم 270 حالة تقريبا يروحون عند بدر الحمد من ضمنهم كان وزير ترى بعضهم صار وزير بعدين أنا ما أدري طالها العزل اي وارد صح كلام طالها العزل كان من ضمنهم بعدها رد وزير يعني في خلنا يرد الحين طالها العزل لا بن وزير يرجع الى مده مع احترامنا له يعني نعم في عاد على الرجل جزاه الله خير نذكره بالخير انزين اروح على شوي بس اطلع على القانون هذا القانون الثاني اللي هو قانون اخذ ردة فعل يعني انت بعدهم رحت قلبت الاولي والتالي شلون تقاعد مبكر قانون مقترح مقدم دخل مبكر لا اسقاط القروض إيه؟ قدم 9 نواب اكو نواب واحد قدم فيه 9 وقاوا عليه إيه؟ بعدين جيت كان تقول واحد يالي وقال لي والله تكفى والله اني صاج اقمت الاقتراح في اللجنه والله اني صاج والله في الصحف يعني الجريده وغيرها يعني كانت مانشيتات يقول لك منو مغردين يقول لك منو شو السؤال منو اللي قال لك كذي يعني لا هذا مو مهم الحين بصدقني انت مصدقني حتصطفل بس انا بقول لك شيء واحد أنا اللي قلتها ما كذبت فيه، أنا صاج عند ربي. أوكي. وأنا قلت بلا ما أنكم أنتم تلعبون على أهل الكويت
وتقول لهم عن موضوع القروض واسقاط القروض. انا بقول لك اياه وانت بكل صراحه، انا مع اسقاط القروض، بس لا تصير افلام على المواطن الكويتي، ولا تصير هم تمثيليات على المواطن الكويتي. شنو افلام الحين؟ الافلام انه والله بتجيكم اللجنه الماليه بعد ما تخلص اللجنه التشريعيه من دستوريتها من عدمها وقمتوا في اللجنه الماليه. لا، مو انا اللي قمته، انا بخلصه اذا ما جاني، واخلصه ان شاء الله ايجابي. هو يقول لك المحك ان انت تقدر تخلصه ولا لا، ولا راح تقمته صدق؟ لا لا، انك تقمته تحطه بالدرج حاله حال القيمه المضافه. أيه. القيمه المضافه عندي اياها في اللجنه، ما طلعته، موجوده للان في ادراج اللجنه الماليه. لا لا لا، انت تو الدكتور هشام صالح قال ان القيمه المضافه جايه. لا يخربط الله يهديه. لا لا بس لا بس لا لا تهاجمه كذي بهالشكل. لا ما هاجمه. لا لا بس لا، مو صحيح. القيمه المضافه، لان يقولون القيمه المضافه راح تطبق، لان ما طبقت. شلون تطبق؟ انت ما يقدر تطبقها الا بناء على مجلس الامه. لا بس هي اتفاقيه ساريه تطبق. ماشي، بس انا اللجنه الماليه وانا المجلس. أيه. انا اللي وافق على الرسوم على الضرائب. موجودة في جدول الأعمال القيمة المضافة في 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 اللجنة. ما أقريت الاتفاق، ما أقر، ما نظرت فيها أبدا للآن. مو صحيح. الضريبة الانتقائية أبد. هي شنو القيمة المضافة؟ أي. القيمة المضافة تنقسم بين القيمة الانتقائية. أي. وفيها القيمة المضافة. القيمة المضافة تكون شاملة، القيمة الانتقائية تكون على السجاير وعلى المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة. كنا مدخنين. ماكو شيء. ماكو شيء. ماكو شيء. أكيد. أنا قاعد أكلمك الحين. اخوي علي، ما في ما شوف شوف اقول لك بسنا احنا قاعدين نتكلم كلام مو صحيح يا جماعه. انا فرصه طيبه ان كان الاخ هشام الصالح يتكلم قبل قليل وانا اليوم جيت بعده مباشره، واريد اقول هذا غير صحيح. القيمه المضافه موجوده في اللجنه الماليه ولو رحلت المجلس الامه ولا تم مناقشتها. الان اتفاق دول مستعاون في هذا الموضوع واتفاق عام، هذا شان بمجلس التعاون، ولكن ما في اي رسوم تكون الا بموافقه مجلس الامه، واحنا للان في اللجنه الماليه ما ناقشناها. ما ناقشت ما ناقشناها. يعني الحكومه لا تملك ان تطبقها. ما تملك، كيف تملك اذا ما وافق عليها مجلس الامه؟ الا بعد شان تحل مجلس الامه وتيبه مرسومها امر ثاني. يعرض لك الساعه. يعرض لك الساعه بس يقر بمرحلته ويعرض بعد ذلك. اي بس احنا في اللجنه وفي مجلس الامه لا ما ناقشنا القيمة المضافة. أوكي. ما خافت ما ناقشت ووضحت الصورة. فخرد عاد على القروض. على القروض. القروض أنا بالنسبة لي. الحول لازم يروح على أساس تكون واضحين، هو ما راح يروح اللجنة المالية مباشرة، لازم يروح اللجنة التشريعية. هو يشوفون دستوريتها من عدمه. من عدم. طبعا. وبعدها يحولون لنا كلجنة مالية. أنا أتكلم. أنا أقول إن مؤسف إن الإخوان في الحكومة ومثل في البنك المركزي سمح للبنوك التجارية بإعطاء قروض بطريقة غير مدروسة وبفوائد مرتفعة جدا. هذا فترة سابقة. ويتحمل البنك المركزي وتتحمل الدولة هذا الأمر. هذا قبل. مع وقبل تراكم. سووا قانون معسرين وخلاص. ولا أي قانون معسرين. بلا صندوق. وين قانون معسرين؟ وين أقول إيش صار عليه قانون معسرين؟ موجود. وينه؟ في ناس خلط فيه. من دخل فيه؟ هشوف أسأل لي أحد إيش صار وصار على قانون معسرين. لا لا هذا ما هو حل مع الأسف. انت اليوم امام مشكل وهذا المشكل يجب ان تعالج. انا ما بقول اندش في مواضيع، انا اقول انتظر الاخوان في اللجنه التشريعيه والكل حادث حديث بستق تماما. متى ما جانا اللجنه راح يكون شيء يسر الاخوان اللي عندهم القروض واسقاط القروض او فوائد القروض، ما راح يطلعون الا ان شاء الله يكون شيء يسرهم، لان نشعر ان الدوله كانت مساهمه مع الاسف. لا بس انت قاعد تقول كلام. لا لا لحظه، انت رئيس لجنه ماليه. اقولها لسبب. لجنه ماليه قاعد تقول انه راح يسر الناس، قاعد كلام واقعي. انا كلجنه اتكلم. لا اخوي علي، جمعيه شو اسمه الاقتصاديين. لا 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 انا اتكلم البنك المركزي والاقتصاديين. لا لا انا اتكلم كلجنه. انت كنت وزير تجاره قبل. انا اتكلم. نعم انا احمل الاخوان في البنك المركزي بعدم وضع ضوابط للبنوك التجاريه بمنح القروض، بعدم وضع ضوابط للبنوك التجارية فيما يتعلق في الفوائد. نعم أحمل البنك المركزي، أنا ما أتكلم فيها اليوم. وسمعت أن البنك المركزي اليوم قاعد يعطي مجال للبنوك التجارية بإعطاء القروض، وأنا أحذر البنك المركزي في هذا الأمر. تحذر البنك المركزي؟ أحذره، لأن أيضا راح تطلع لنا مشكلة أخرى. بالتالي اليوم عشان تدرس الامر راي الجمعيه الاقتصاديه، هذا مو راي فني ما لازم تتعاطون معه. احنا نحترم راي الجمعيه الاقتصاديه وباكر عندنا لقاء معهم. الجمعيه الاقتصاديه باكر عندي لقاء معهم على وراح يسمعون هذا الكلام، ولكن في المقابل انت امام مشكله، المشكله يجب ان تعالج.
الحين كيفية معالجتها هذه اللي المفروض تكون بغرف مغلقة وتعالج الموضوع. أنا المعالجة أمر مطلوب، بس هو يقول لك اليوم المقترح وضع كأنه دغدغة مشاعر. يا حتى لما تكلمنا بأحمد نبيل الفضل في مؤتمر صحفي وهاجم مقدم الاقتراح وتراجع بعدين لاعتذر له، الكلام ان هذه مقترحات شعبويه، كان تبون تحلون مجلس او كذا مؤشر لحل مجلس سمو وغيره، هذا شو تقول عنه؟ انا قيلت لي شنو قالت لك؟ قيلت لي قمه الموضوع يمعود وراء حل من سمو. زين قلت اجل ليش مقدمينه انتم؟ على هالحاله ما راح تقمته؟ ما راح تتأون؟ انا ايش قلت لك؟ انا كلامي واضح، انا بالنسبه لي انتظر رد الاخوه في اللجنه الشرعيه، وبالتالي اللجنه الماليه مسعده لدراسه هذا الموضوع. الآن شنو الآلية شنو الكيفية، هذه في دراسة راح تكون في اللجنة المالية إن شاء الله. أول مقترح المقدم أبو عزيز على القروض الاستهلاكية والشخصية، أنت ما تقدر، شوف في قروض استهلاكية، في قروض إسكانية، في قروض شخصية، في قروض مثلا أنت ماخذ سقف معين، هذا ماخذ سقف أقل، ما يخل بمبدأ العدالة المساواة. الآن مو أنا اللي أقولها، أنا بالنسبة لي ما أتكلم في الجانب، تتكلم على اللجنة التشريعية. نعم في اللجنة الشرعية راح تقول لك عن هالموضوع. أنا أنتظر رأي اللجنة الشرعية وبعد ذلك يجينا في اللجنة المالية، بس أنا ما أقدر أقول لك في دستورية هذا الأمر. أوكي اللي وافقتوا عليه في اللجنة المالية اللي هو البنزين بأثر رجعي، والناس قالت كل واحد بيله 1300 دينار، وهذا المقترح صحيح؟ لا هو في تقرير أعتقد في مجلس الأمة، بس مو بوقتنا، على ان يكون في هناك 50 دينار، وايضا قدم اقتراح من وكان الكوبونات قبل اي، وقدم اقتراح واعتقد ان والكوبونات نعم كوبونات وين هي؟ هو في تقرير موجود في مجلس الامه، في تقرير وفي اقتراح ايضا قدم لنا وحول من لجنه شرعيه، للان ما ناقشناه احنا في اللجنه الماليه اعتبارنا قاعد نناقش موضوع تقاعد مبكر، فراح نشوف ان شاء الله هذا الموضوع وراح يكون الاعلان عنه ان شاء الله فيما لم يكن البديل الاستراتيجي. بس انا هو البديل الاستراتيجي يقول لك احنا ما استوف، انا سالت اكثر واحد يقول لك ما استوفينا الدراسه الان، وهو غير موضوع، لكن سؤال، هل البديل الاستراتيجي راح يشمل تخفيض رواتب؟ ابدا ما راح يخفض رواتب، لا لا القائمه ابدا. اوكي بس انا اتمنى ان الاخوان في الحكومه يجيبوا لنا اياه، لان مو جاهزين للان. زين الموضوع هو في موضوع يعني قدم لكم وسحب تطوير الجزر. اي نعم. وبعدين شفنا النائب الاول شيخ ناصر في 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 لقاء وتكلم عن رؤيه الكويت والصين تجاه مشروع الحزام والطريق متقاربتان، تكلم عن تطوير الجزء الشمالي من البلاد، مركز رئيسي لمساعده الجيران، استثمارات المنطقه الشماليه قد تصلت 600 مليار دولار. بينا في مشروع وطن، في مشروع دولة، في مشروع ممكن يكون منفذ آخر للنفط، وتاريخيا الكويت كانت مركز تجاري. صحيح. بس خلني أقول لك واقعيا، هل هذه ليش سحب القان تطوير الجزر، وهذه الرؤية واقعية ولا رؤية حالمة لن تطبق؟ شوف خلني أرد أنا قبل، يعني خلني أقول لك مبهمة ترى، حتى احنا كإعلام ما شفناها تنوقشت، ما احنا عارفين شنو. لا بس أخوي علي شوف، يعني هذا الموضوع مو جديد، هذا الموضوع قديم. لما كان الشيخ ناصر الله يسلمه هو مستشار لسمو العهد رئيس مجلس الوزراء، نعم، الشيخ سعد الله يغفر له، نعم، شكلت لجنه برئاستي فيما يتعلق في موضوع في رئاستك لما كنت وزير التجاره، لما كنت وزير التجاره، لما كنت في موضوع تطوير الجزر وطريق الحرير، وبعد ذلك استلم الرئاسه الشيخ ناصر الصباح ومشوا في الموضوع يعني بجدية، وشكلت لجنة من يعني شخصيات اقتصادية لها وزن اقتصادي وتجاري ومالي، يمكن توقفت في مرحلة المراحل إلى ما أن كان في دعوة منا احنا كلجنة مالية، الأخ الشيخ ناصر الصباح كان يومها وزير الديوان، ودعيناه قبل حوالي سنة من الكلام، دعيته في اللجنة المالية وقلت له أن أنت يفترض أن يكون في هناك تصور واضح فيما يتعلق في الجزر وطريق الحرير، ووجدنا يعني ما في شك كل يعني تقبل من الشيخ ناصر، وشرح يعني فيما يتعلق في مدى حاجة الكويت لمثل هذا المشروع الاستراتيجي التنموي، وأيضا شرح أن في هناك يعني مبالغ ضخمة راح يعني يتم تمويلها من قبل إن كان القطاع الخاص أو من قبل الشركات اللي راح تشتغل في هذا المشروع،
ويومها كان في مشروع قانون على تطوير الجزر. أوكي. بس مع رؤية سمو الأمير الله يحفظه فيما يتعلق في 2035 كان في بعد أكبر، أنه مو فقط على الجزر وطريق الحرير، هي أيضا مشروع تنموي أكبر من ذلك يصير من ضمنه الجزر ومشروع الحرير، وهذا مشروع يكون مشروع تنموي ضخم. فبناء عليه أعتقد الحكومة قبل أسبوع طلبت سحب هذا. ليش سحب المشروع؟ السحب لأن في رؤية. أوكي. اللي قام سمو الأمير أيضا بزيارة يعني جمهورية الصين قبل شهر 8 أو شهر 9 ووقع مجموعة من الاتفاقيات، بعد ذلك راح الأخ وزير المالية استكمل هذه الاتفاقيات وختمها معالي النائب الأول الشيخ ناصر صباح. أنا بالأمانة متفائل يعني بالدور اللي يقوم فيه الشيخ ناصر فيما يتعلق في هذا المشروع، متفائل جدا، وأجد أن الشيخ ناصر يعني ملم المام طيب في هذا الموضوع، ونتمنى أن نرى يعني التصور في الفترة القريبة جدا في المشروع اللي بيقدمه الحكومة اللي يكون مشروع متكامل وليس فقط على يعني مشروع الحرير. مشروع متكامل راح يقدم. نعم، هذا ما سمعته من الأخوة في الحكومة، من أيضا يعني مجلس الوزراء ممثل في وزير الدولة ووزير التخطيط. أنا قلت شغلة في مقدمة الحلقة بعد العزيز، اليوم أنت شاركت في مجالس ثانية. نعم. وحتى أعتقد الرئيس قال في مؤتمر الصحفي الأخير أنه ممكن نلتفت للجانب التشريعي، يعني بتصرف قال هالكلام، لكن عزيز ملاحظ أن اليوم مجلس تشريعيا في أمور قوانين تنموية اللي مفروض الحكومة تقدم رؤية التشريعية، على أرض الواقع ماكو شيء. هذا ما توقع أنه يخلي النواب يعني اللي الأخير ما بيقول دي يقول لك المسن قاعد فاضي، يعني يا يستجوب أو يقدم مقترحات الحكومة تصفها مكلفة ماليا. اليوم الحكومة وأنتوا حتى خاصة أنت في لجنة أولويات ما عليه أن تقدم شوي رؤية قوانين، إحنا حتى إحنا نناقشها يعني على الأقل. هذا صحيح. ما في شك يعني شوف أنا بقول لك الحكومة يعني بعض وزرائها غير قادرين على العطاء. إيش رأيك بالتشكيل الحكومة؟ مو بالمستوى. أنا بالنسبة لي ما أرى بالمستوى. ليش؟ ما أرى بالمستوى، ما أرى هذا رأيي. أنا ما أرى بالمستوى، ولكن يعني يفترض على الحكومة أن تقدم في مجموعة من القوانين ومشاريع القوانين. يمكن إحنا هنا قلنا حق يومها الأخت هند الصبيح وزير التخطيط، قلنا لها أن في عندك مجموعة من الشركات اللي ممكن راح تطرح. أوكي. وإحنا يعني نحبذ طرح مثل هذه الشركات للاكتتاب العام والمواطنين من خلال يعني إعطاء دور أكبر للمواطنين في المساهمة بهذه الشركات، وكانت في توجه لدى المسرع على التخطيط في هذا الموضوع وإشراك المتقاعدين وإعطاء دور أكبر للمواطن في تملك بعض هذه الشركات من خلال الحصص والأسهم. مؤسف أن هذا الموضوع موجود على جدول أعمال مجلس الوزراء، موجود على المسرع على التخطيط، بس الآن ما مدونا فيه كمسؤمة. أنا أعتقد هذا شيء مهم راح يشيل عبء على المواطن وراح يعطيه أرباح محققة بعد فترة من الشركات الزمن. اللي هي. نعم نعم، وأنا مستغرب ليش أما يبوها. في عندنا أيضا مشاريع. بس الشركات الاكتتاب المواطن لازم يدفع. الآن الحين هذه آلية. أوكي. هذه آلية ممكن الواحد يتناقش فيها، يدفع جزء أو مثلا ما يدفع يصير بالنسبة له. هذا مجلس 2009 أتذكر. يعني هذه آلية. بس واحد بس أنت يجيبها وبالتالي نتكلم على الآلية. عرفت شلون؟ بالنسبة لمشاريع قوانين نرى أن في أيضا مشاريع استراتيجية تنموية مثلها مثل مشروع الحرير على الدولة أن تقدم فيها. مؤسف أن نشوفهم يعني ما في تنسيق، ما في تناسق. أوكي. ما بين الأخوة الزملاء في مجلس الوزراء كوزراء فيما كلن يخص عمله في مرت سنة 2018 ودخلنا وكل عام وانتم بخير سنة 2019 وسقط معاه قانون تجنيس ما لا يزيد على 4000 لسنة 2018. والواضح انه كان في مساومات سياسية، لكن هل سيتقدم بقانون جديد؟ هو المفروض انا يعني المعلومات اللي عندي قد يمكن يكون في تحرك خلال هذا الاسبوع. الاسبوع انه يتقدم قانون شبيه للقانون السابق اللي هو ال 4000 ما لا يزيد عن 4000. اوكي. وراح تقرر لجنه الداخليه والدفاع اعتقد باجتماع لها. أوكي. وبالتالي يرفعونه مجلس الامه للتصويت عليه، وبالتالي يقوم في الاجراء في مجلس الوزراء بالتجنيس يعني من يستحق ان ياخذ الجنسيه الكويتيه وينال على شرف حصول الجنسيه الكويتيه. فاتوقع يعني هذه مجرد هو اجتماع
راح يكون مقدم من طبعا مشروع قانوني يقدم من الحكومه فيما يتعلق بال 4000 وتجي لجنه داخل الدفاع تجتمع وبالتالي تقرر وترفع على مجلس الامه وما في اعتقد معارضه على تجنيس ما لا يقل او ما لا يزيد ما في معارضه عليه؟ لا ما اعتقد يعني معارضه ما هي بالمعارضه اللي توقف قانون يعني اوكي يمكن تجد في مجموعه ترفض المبدا بس ما يتوقف قانون منح ما لا يزيد عن 4000 جنسية لمن يستحق هذه الجنسية. أوكي. بعجالة بتكلمك على البيان اللي أصدر مجموعة للنواب في قضية عضوية الدكتور وليد طبطباوي جمع الحربش. رأيك في 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 هذا القانون؟ في هذا البيان؟ والله شوف هم أعزاء بشخوصهم ولكن صفة. أنا أعتقد أن هذا يعني في نوع من التمادي على صلاحية المحكمة السورية. تمادي على صلاحية المحكمة. إيه ما في شك يعني اليوم المحكمة السورية تسقط وتبطل مجالس مو بعد تبطل عضوية نواب. أوكي. أبطلت مجلسين المجلس المبطل الأول المجلس المبطل الثاني 50 نائب بحكومة وبالتالي قالت هذا المجلس غير السوري عدم يعني الأخذ برأي المحكمة السورية واللي هي بالنهاية يعني مشار لها في 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 وقالوا ان احنا على سلطة من وان بالنهاية يفترض ان يعني وهذا ما ناقشناه احنا في مكتب المجلس ان الاخ الرئيس يعلم المجلس ناقشته في مكتب المجلس نعم تم مناقشته وان بالنهاية الرئيس راح يعلم المجلس في حكم المحكمة السورية وبالتالي الدعوة لانتخابات تكميلية هو مو للتصويت هو بس للعلم وليس يعني الحين هذا لا هذا انت كلامك ده مكتب المجلس اي نعم الجلسه الجايه الرئيس راح يوقف يقول اعلن خلو العضويه دون تصويت على طول ما في تصويت هو اعلام المجلس انا راح اعلم المجلس بان في هناك حكم صدر من المحكمه السوريه بابطال عضويه هذا كلام اللي راح يصير اي نعم اي نعم الرئيس على اساس يكون هذا لا هذا لازم يعني عارف الثلاثه الجايه الرئيس راح يحضر راح يقول اعلم المجلس ان صدر حكم المحكمه السوريه صحيح يعلن انت خلو العضويه صحيح دون ما تصويت المجلس ما في تصويت ما في تصويت ما راح يصوت المجلس ما في تصويت ما في تصويت هو انك انت تقول ان اليوم هذا المقعد شغل تدعو الى انتخابات تكميليه تبدي وجهه نظر ممكن يكون متحدث واحد مقابله واحد ثاني أوكي. ولكن تصويت ما في هو طق المطرقه واعلام بس خلو المقعدين بس هذا اساسا جديده شوف إيه مو جديده هذا الحكم لانه كان يقول لك في فترات سابقه هذا الحكم هذا وتحكى اذا الدكتور الفيري انه يتم تصويت هذا الحكم تصويت صدر وانا اعتقد ان الاخ الرئيس يعني عنده مجموعه من الاراء وبالتالي يعني راح اكيد يبدي بس وجهه نظر الرئيس اللي راح يتخذها انه اعلان الخلو على طول هو يعلن خلو المقعدين يمكن خبر عاجل هذا انه راح يعلن خلو المقعد على كلامك اوكي وهذا الاجراء اللي راح يكون فيه انه هو راح يصوت راح يعلن خلو العضويه بدون تصويت انزين استجواب رئيس الوزراء احتمال اللجنه التشريعيه تاتي في التقرير انت شنو تصويتك مع دستوريته ولا عدم دستوريته او رفع من جدول الاعمال انا من الاساس ضد مبدا استجواب رئيس الوزراء ضده اي نعم انت بتستجب روح استجب وزير من الاساس انا لكن انتظر ايضا راي الاخوه في اللجنه التشريعيه واحنا قلنا السياسه العامه تختلف عن سياسه الوزير المعني استجوب وزير تبي تحط أربعة وتحط ثلاثة وتحط خمسة روح استجوب بس عاد لما يدخل برغبة سمو الأمير بتحصيل رئيس الوزراء عاد هني في خط أحمر هني في عاد خط أحمر شلون خط أحمر خط أحمر برغبة سمو الأمير بأنه حصل رئيس الوزراء تحصيل رئيس الوزراء بخطاب تفضل فيه حضر صاحب السمو في افتتاح دور العقاد الحالي لا وتلان سمو الأمير كان وبالتالي أن توجه استجوابات نعم وجه استجواباتك استجوابات مو في السياسة العامة يعني عشان تكون وبالتالي هو استجوابهم اللي يوجه لرئيس الوزراء هو استجواب استهداف رئيس الوزراء بشخصه استجواب يعني شعيب استجواب استهداف لرئيس الوزراء أنا بشخصه. هذا اللي أشوفه وهذا رأيي وقلت للأخ شعيب ممكن أقوله بكل صراحة يعني وبالتالي أنتظر رأي الحين اللجنة التشريعية أوكي وإن شاء الله عاد الحين ترى بالنهاية أيضا اللجنة التشريعية أخوي علي ما حدد لها وقت عشان بس الواحد يكون على بينه يعني ما حدد لها وقت فممكن لجنة الشرعية تقعد لها سنة بس اللي ممكن تقعد لها شهرين اللي طالة مو في صالح الآن مو في صالح هذا جانب سياسي بس أنا بتكلم اليوم ما حدد لها وقت تم استدعاء الأخ شعيب المويزري يمكن رفض حضوره وبالتالي في موائمة أنا أعتقد أنه يكون تقرير اللجنة يمكن خلال ما أعتقد
يعني مو مدروج على جدول أعمال المجلس في يوم الثلاثاء، فأتوقع يمكن الجلسة اللي تليها يمكن يكون التقرير جاهز بالنسبة لهم. بس الدكتور هشام الصالح على تويتر، لأنه هو تحكى عليك وأنت رديت عليه، فيدعوكم إلى يدعوك إلى مناظرة وياه. إن شاء الله قول له حاضر يا هشام، حاضر ناظرك. كلمة شيء ما عندي يعني. ولا إن شاء الله اجتماعنا يوم الثلاثاء وناظرك في الاجتماع إن شاء الله. بالاجتماع وين؟ مجلس الأمة. تبي المجلس بالمجلس. مجلس الأمة بعد أنا أروح. شيء ما عندنا، حضرنا ندوات ورحنا ندوات حضرنا لقاءات. أوكي. الحمد لله إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى. أنت عزيز معترض على قبل شو قلت تعديل الوزارة، أنت معترض عليه؟ لا أنا. ليش أنت ما تقبل منصب الوزاري؟ أنا رفضت. إيه ليش ما تقبله في الحالة؟ إيش ما تروح تدش على؟ يعني أنا إيش بعطي خلال السنة والسنة ونص؟ إيش بعطي؟ يعني لأن أنا إيش بعطي خلال السنة السنة ونص اللي قادمة؟ في ناس لها الرغبة، وإيش كثرهم؟ إيش كثرهم كذي؟ خير حول مالك، الله يوفقهم. بس بالنسبة لي أنا قلت لا توجد لدي الرغبة، ما عندي رغبة في أني أدخل عمل وزاري. ويمكن سألتني مو أول مرة أخوي علي، قلت لي يا قبل يمكن تغير رأيك يعني. هذا رأيي ماشي فيه، بس أتمنى يعني أتمنى بالنسبة لهم أن يوفقون يعني في العمل. إحنا الحين أمام يعني أربع وزراء دخلوا أو ثلاث وزراء خلينا نقول دخلوا في العمل السياسي. أنا يعني إذا بقول رأيي أقول أن يمكن الأخ عادل الخرافي كثر خيره، يعني هذا الرجل استجوب مرتين. كنت أتوقع أن يعني يعطونا مجال في أنه يخدم في العمل الوزاري، واستجوب الرجل مرتين. استجوابه كان أشوفه يعني في جانب قد يكون يعني شخصاني أكثر. كنت أتمنى أن يعطونا الدور الأكبر الأخ عادل، هو من الخامات النظيفة، هو نائب سابق. بس أنا أقول إن عادل كفى ووفى، وبالتالي يعني هذا واحد من الخامات اللي كنت ممكن إنك تستفيد منها. تدعو عادل، بعض يقول لك إنه تكتيك استقالة عشان ينزل انتخابات. يعني حقه مشروع، إذا بينزل انتخابات حقه مشروع. بس نتمنى إن الإخوان في مجلس الوزراء والأخوات إنه يوفقون في عملهم خلال الفترة المتبقية. وإحنا كذلك. أخير أبو عزيز، الأمور اليوم بعض يقول لك إن إحنا في فترة عصيبة، خاصة إلى غاية هذا الأسبوع، إن إحنا في مؤشرات حل. تشوف في مؤشرات حل ولا لا؟ أنا ما أرجع. لا ما أرى. يعني ترى المجلس هذا من يوم إنه تم انتخابه والناس باكر بينحل أسبوع، بعد شهر، وبعد شهرين، ترى بعد السنة الجاية راح ينحل ونطره وشوفوا الحل. إنه بس يا جماعة مشيت الحين ثلاث سنوات تقريبا، ليه متخلنا نشتغل؟ خلنا نعطي شوي، يعني خل البلد شوي تركد، خل تركد بعمل، وهذا إن شاء الله راح يكون. مشكور عبد العزيز. شكرا لك وحسين، خاصيتنا في هذا اللقاء. وانا اعتذر مره ثانيه، يمكن شويه كنت حماسي، بس لا زين للامانه الحماسيه مالتي كانت لان انا كنت اشوف في امور مغالطه مع احترام شديد لهم، وهذا كلام غير صحيح. فاتمنى التوفيق للجميع. مشكور عبد العزيز لحضورك معنا، رئيس اللجنه الماليه صالح خورشيد، وايضا مشكور الدكتور هشام صالح كان معنا في الجزء الاول. مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقه، لكم منا طيب المنى والى اللقاء. شكرا.